قيادة فرقة الدفاع المدني بإخماد الحرائق على طريق عفرين عزاز جراء انفجار أحد الكازيات على هذا الطريق. حاليا مثل ما بتشوفوا حاليا الدفاع المدني عم يخمد الحرائق الكبيرة اللي صارت. طبعا ما في حصيلة لعدد الجرحى أو عدد شهداء. حاليا مثل ما يكون لاحظين حاليا الدفاع المدني عم يحاول يسيطر على الحرائق هنا بهذا على طريق عفرين عزاز.